السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في قناة وصفات عائشة بلس. كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في فيديو جديد ان شاء الله غادي نقدم لكم كيف ما كتشوفوا واحد الاقتراح، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. غادي نقدم لكم الكوتليت كيف ما كتشوفوا. في الكوتليت دائما كلشي كيعرف كناخذوا الضلع، هانتم كناخذوا الضليعات وكنحاولوا الا كان مثلا الضلعه بحال هكا، الا كان عندها ديك الزياده هكا ديال اللحم كنحاولوا نحيدوها باش يعني كيكون الطياب ديالو زوين. غير بحال هكا هانتم كتشوفوا الضليعات ديالنا، هانتم كلهم يعني بحال هاد الهبيره اللي راها يعني ماشي مشكل نخليوها زوينه هكا. صافي يعني غادي ندوز معكم غير نشوفوا شنو غادي نحتاجوا باش نتبلوا هذا. غادي نصوب واحد التتبيله وغادي ندهن بها الكوتليت وغادي نخليه يشرب. اول حاجه غادي نديرها غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، هانتم هي الاولى. غادي ندير معلقه ديال الابزار. دابا هاد التوابل على حسب الكميه اللي عندكم، على حسب هانتم كتشوفوا معلقه صغيره ديال الابزار هانتم، لان الا زدنا مثلا درنا كميه يعني وفيره غادي نزيدوا التوابل. ويعني وراه حتى الا ذقتوا يعني هكا اللحم منين تبلوه كديروا هكا بصبعكم وكتذوقوا، الا حسيتوا به ناقص من شي تابل دائما خصنا نكونوا كنعرفوا شنو هو التابل اللي ناقص من يعني من هذا الوصفه اللي كنديروا. درت انا هنا واحد المعلقه صغيره ديال التحميره، وغندير معلقه صغيره ديال الكمون هانتم. صافي غادي نجيب شويه ديال الحار، ما خصوش يكون طاغي، اللي كيبغي الحار كثير يديرو، انا غندير غير واحد شويه هانتم، غندير غير شويه لان على حساب اللي عنده الوليدات راه ما كيتحملوش الحار. شنو غادي نزيد هنا؟ غندير هنا الزيت بحال هكا باش نخلط هاد التوابل غير هكا شويه، وغندير شويه ديال الخل. دائما في المشاوي ديالكم ديروا الزيت وديروا الخل، هادو ما تخطيوهمش لان الخل كيفتي لينا اللحم. درت غير واحد القطرات يعني ماشي بزاف، جهد واحد المعلقه، معلقه كبيره. صافي غادي ناخذ انا هكا هاد التوابل بحال هكا وغادي نخلطها مزيان. سهله، توابل سهله، ما فيهاش زعما شي حاجه كثيره اللي غادي نوحلو فيها. حتى اللي بغى مثلا يدير هكا توابل غير هكا ناشفين ويبقى هكا كيدردرهم من الفوق، ولكن راه ضروري غادي نديرو الزيت، يعني ما يصلحش عاوتاني نكبو الزيت ونبقاو عاوتاني كنخلطو. اللهم نخلطو التوابل هكذا بهذا الشكل هكا، وكنجيب هكا هاد الضليعات ديالي هكا وكنبقى نتبلهم هكذا، كيشربوا هاد الاقامه وكيجيو رائعين. ومن الاحسن نخليوهم يشربوا، يعني ماشي في البلاصه انا بحال دابا هكا هاد البلايصه هكا اللي مفتوحه كندخل فيها من الداخل هكا هاد الاقامه هادي. ندوز عليهم هكا كلهم حتى غادي نسالي غير هكا، انا غادي نكملهم ونرجع معاكم. صافي انا كملتهم، نخليو حتى شي حاجه ما تضيع. صافي غير هكا، صافي غادي نخلي هكا انا هاد الكوتليت ديالي حتى يشرب مزيان. هي الا كنتو يعني متاكدين مثلا في الليل، متاكدين انكم الغد ليه غادي ديروا هاد الكوتليت، من الاحسن رقدوه في الليل ولا غد ليه عاد يعني عاد شعلوا عليه النافخ وديروه على الفحم وكيجي لذيذ وكيجي غزال. الا كنتو يعني جات الفكره على غفله، يعني نخليوه على الاقل نخليه واحد الساعه ديال المكانه حتى يشرب. منين يشرب داك الساعات غاد غادي انا نخليه يشرب واحد الساعه ديال المكانه،
وعندك الساعه غادي ندير سميتو ندير النافخ نشعل على النافخ ديالي وغادي نطيبه بشكل يعني اللي هو طبيعي. من الاحسن دائما استعملوا الفحم احسن من الشوية ديال الضو، من الاحسن الفحم هو طبيعي. الدور كيف ما قلت لكم ديال الزيت، الدور ديال الزيت دائما هو اللي كيحمي من داك البكتيريا، والخل كيعطينا الفتاوه للحم، وحتى الزيت كيزيدوا الفتاوه. ان شاء الله يشرب اللحم ديالي، وغادي ان شاء الله غادي نشوي هذا نديرو على النافخ. من بعد ما ترقد ليا هاد الكوتليت صافي كنجيب الشوكه بحال هكا وكنبدا كنستفو غير هكا. الستف راه ساهل يعني ما فيهش شي صعوبه، عادي جد عادي. هانتو ما كاينش اللي ما يعرفش يستف بحال هكايا. صافي غادي نستفو وغادي نديرو فوق النافخ. انا راني زنت النافخ درت فيه الفحم صافي، وغادي نكمل هكا بالستف ديال الكوتليت وغادي نديرو. ومن بعد ما غادي يطيب ان شاء الله غادي تشوفوه في طبق التقديم. ايوا كيف ما شفتوا انا خديت هكا الكوتليت وستفتوه هكا فوق النافخ، دايره في الشبكه وستفتوه فوق النافخ وخليه يطيب على خاطرو. من الاحسن لانه الا خليته كتبقى مره كتقطع هذيك الشحمه ديال الضلوع، وفاش كتقطر كتشعل العافيه. من الافضل يعني ما تخليوش هذيك العافيه تشعل، لان باش ما يتحمر من برا ويبقى من الداخل ما طايبش مزيان. من الافضل يعني خليه يطيب على خاطرو باش كيجي فتي. والحاجه المهمه اللي دائما كنوصي عليها، دائما ديروا الخل يعني الخل في الشوايه ديالكم دائما ديروه كيفتي اللحم وكيجي فتي. هو الزيت ضروري منه، الخل ما تخطيوش هو الزيت، كيجي اللحم فتي صافي. هو من الاحسن يعني هكا ديروا مثلا هكا هذا الكوتليت، انا خليته شويه كبير، نتوما ديروه صغير ودغيا هكا باش ما تبقاوش تعينوه قد اللي عينتو انا. انا هكا خدالي شويه ديال الوقت باش وجد. نتوما هكا الا بغيتو قطعوه صغير ودغيا كيوجد هكا. كيف ما كتشوفوا الكوتليت ديالنا وجد، هو هذا كيجي محمر بحال هذا الشكل. خصنا نخليوه يطيب مزيان، هو ماشي بحال القطبان، القطبان دغيا كيوجدوا لنا، هو خصنا نبقاو نقلبوه من هنا لهنا حتى يطيب مزيان، لان كتكون عنده واحد الطبقه سميكه مع العظام، خصو يتحمر مزيان، ما نخليوهش يعني اللحم خضر. صافي التتبيله كيف ما شفتوا ساهله، ما كاينش شي حاجه اللي هي كثيره. كيف ما قلت لكم خصو يتحمر مزيان، وديروه على الفحم الاحسن، احسن من الضو ديال الفحم، كيجي لذيذ بزاف، كيجي لذيذ لواحد الدرجه ما تصوروش. وسهله الطريقه، نتمنى ان شاء الله تروقكم وتجربوها. وكنشكركم كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.